السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح أحكي عن علاقة الأهل بأطفالهم وطرق لتحسين هاي العلاقة. الكلمات اللي في الفيديو موجهة للأمهات والآباء اللي عندهم أطفال أعمارهم غالبا فوق 10 سنوات، وهي تلخيص من فقرات موجودة في كتاب اسمه الأطفال من الجنة للكاتب الدكتور جون غراي. في البداية راح أحكي عن علاقة الآباء بأطفالهم الإناث. أغلب الرجال بالعادة ما بيفهموا حاجة الأنثى للحديث ومشاركة المشاعر، ولما يشوف الأب طفلته حزينة أو عندها مشاكل بيبادر فورا بإعطاء حلول ونصائح بتفيد طفلته، ولكن في أغلب الأحيان بتكون البنت فقط بحاجة إنها تتحدث لوالدها وهو بالمقابل يسمع لها. ولأنه أغلب الآباء بيقضوا أغلب يومهم خارج المنزل في العمل، فهم ما بيشاركوا أطفالهم في تفاصيلهم اليومية، وهذا الشيء بيفهموه البنات على إنه قلة اهتمام، وفي الحقيقة هي إنه الأب بيشتغل لحتى يوفر لأطفاله حياة أفضل بلا شك. ولحتى الأب يقوي علاقته بابنته فلازم يخصص وقت ليسأل فيه طفلته عن أحداث يومها ويسمع إلها بدون تقديم النصائح. أما بالنسبة لعلاقة الأمهات بالبنات فتعتبر أصعب وأعقد شوي من علاقة الآباء بالبنات، لأنه في كثير من الأمهات تحاول تسيطر على كل إشي بحياة طفلتها، والبنات اللي طاعوا أمهاتهم طاعة عمياء في صغرهم رح يقاوموا أمهاتهم لما يكبروا ويتمردوا ضد سيطرة أمهاتهم. لهيك على الأم استخدام المهارات الخمسة للتربية الإيجابية لحتى تحافظ على علاقتها بطفلتها. المهارات الخمسة للتربية الإيجابية هم إنه لا بأس بأن يكون الطفل مختلفاً، لا بأس في ارتكاب الأخطاء، لا بأس في التعبير عن المشاعر السلبية، لا بأس بأن ترغب في المزيد، ولا بأس بأن تقول لا. هلأ بالنسبة لعلاقة الأمهات بأطفالهم الذكور، فالأم بتفقد احترام أولادها عن طريق إلقاء الكثير من الأوامر، ومن ثم التراجع لإرضائهم لما يرفضوا التعاون معها، ودايما الأمهات بيشكوا أنه أطفالهم ما بيسمعوا لهم، وعلى الأغلب هاد بيصير بسبب النصائح والتوجيهات اللي بعطوهم للأطفال. الأبناء الذكور بحاجة إلى المزيد من الاستقلال ومساحة للتجارب أكثر من الفتيات، لأنه عندهم حاجة أكبر لإثبات ما يمكنهم إنجازه بأنفسهم، وبفسروا مساعدة الأهل إلهم كنقص في الثقة، وفي الآخر بيمتنعوا الأطفال عن الاستماع لوالدتهم. وأيضا الطريقة اللي بيعامل فيها زوجته هي عامل مهم لاحترام الولد لأمه، لأنه الأطفال بيقلدوا آبائهم بشكل ممتاز، فلما ما يتعاون الأب مع الأم فهاي وسيلة واضحة للأبناء بأنه مش من الضروري أنه هم كمان يتعاونوا مع أمهم. ولهيك ما لازم تشكي الأم من قلة اهتمام زوجها إلها أمام أطفالها، لأنه بهاي الطريقة بيفهموا أنه هم كمان مش لازم يحترموها. أما عن علاقة الآباء مع أبنائهم الذكور، فالعمل هو أفضل طريقة لتقوية العلاقة بين الأب وابنه، فلما يعمل الابن مع والده رح يحصل على فرصة للحصول على إعجاب والده وتقديره، وعلاقة الأب مع ابنه ما بتحتاج للتحدث كثيرا، الابن فقط بحاجة إلى رسائل واضحة من والده بأنه هو شخص طبيعي ومقبول كما هو. الأولاد أكثر توجها للهدف بطبيعتهم، ولما يفشل الطفل بشيء فهو بحاجة إلى أنه يعرف أنه ممكن يرجع لأبوه ليفهم منه وليحس بالتقدير بأنه عمل أفضل شيء عنده. على الآباء أن يتذكروا بأنه أطفالهم منفردون ومختلفون وبتعلموا بمعدلات مختلفة، ومهمتهم هي إيجاد نقاط قوة لأطفالهم وتقديرها بالمدح والفخر والإعجاب، ولازم يتعلموا الآباء السيطرة على أبنائهم دون الحاجة للعقاب، لأنه لو الطفل ما خاف من عقاب والده إذا عمل خطأ معين رح يشعر إنه بيقدر يلجأ لوالده بطلب النصيحة والتوجيه.